النهاردة جاي أكلمكم عن مجموعة من الأدوية ممتازة ممكن تنزلك من نص كيلو في اليوم لخمستاشر كيلو في الشهر. أيوة زي ما سمعتني، خمستاشر كيلو في الشهر. أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. لو أنت جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصلوكوا كل فيديوهاتنا الطبية وأجاوب على أسئلتكم في الكومنتات. مجموعة من الأدوية فتاكة جبارة ممكن تقضي على عدد كبير جدا من الدهون في جسمك، وممكن تخلي جسمك يتحول في فترة قليلة يعني شهر أو أقل من شهر لمانيكان والجسم مشدود والجسم كويس جدا. إيه أهم الأدوية دي؟ التربوسليم، الفيتارم، الستارفيكس، الافريكان مانجو، الفايا اناناس، الزوترين بلس، الاب سليم، السليمينج، الهارفا. الحقيقة الأدوية دي انتشرت الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، والناس ابتدت تسأل عنهم بشكل كبير جدا، نظرا لأنهم طبعا بيشوفوا على طول إعلاناتهم سواء على الفيس أو على مواقع تانية أو حتى دكاترة بتبيع الأدوية دي، وده بالتالي عمل حالة كده من حالة الأسئلة الكبيرة، هل فعلا الأدوية دي بتخسس ولا لا؟ المكتوب على الأدوية دي إن كل المواد اللي داخلة فيها مواد طبيعية وما فيهاش ولا مادة كيميائية، يعني المواد الطبيعية بتاعتها نسبتها 100%. للأسف هصدمكم وأقول لكم إن كل الكلام اللي بيتقال ده واللي أنا قلته في بداية الحلقة كانت دعاية وطريقة من طرق النصب اللي بينصبوا بيها على الناس اللي هي بتصدق أي حاجة وبيهمهم إنهم هيخسوا وزن كبير جدا وهيفقدوا عدد كبير جدا من الكالوريز، وإن المادة دي طبيعية والأدوية دي طبيعية وما فيهاش مشكلة. للأسف معظم الأدوية دي فيها مادة السيبوترامين. أكيد مننا كتير جدا بيسمع عن مادة السيبوترامين، ومادة السيبوترامين دي بتتقال طول الوقت. ايه قصة مادة السيبوترامين؟ الـ FDA سنة 1997 اعتمدت المادة دي اللي هي السيبوترامين كدواء بيساعد في انقاص الوزن. ليه؟ لان السيبوترامين ده بيشتغل على مركز الشهية في المخ، وبالتالي بيساعد طول الوقت على سد الشهية والاحساس بالشبع. والحقيقة انه كان ليه نتائج ممتازة جدا جدا، انما بدأت تظهر على الناس اعراض وهم بياخدوا الادوية دي، ومن اشهرهم اول حاجة جفاف في الحلق ونشفان في الريق، تاني حاجة احساس بطعم مر جدا في الفم، تالت حاجة متاعب في النوم وارق شديد، رابع حاجة نشاط زايد جدا بينتهي بوجع والم في العضلات، خامس حاجة عدم انتظام ضربات القلب، سادس حاجة رعشة في الايد، سابع حاجة الامساك. طبعا وسط كل الاعراض الجانبية دي، لكن علشان الادوية كانت ليها نتائج فالناس بالتالي كانت بتاخدها، لكن بدأت تظهر اعراض اخطر بكتير، وده ادى الى ان الـ FDA يوقف خالص مادة السيبوترامين سنة 2010 ومنعوا المادة دي من انها تكون بتتصنع في اي نوع من انواع الادوية. طب يا ترى ايه الاعراض اللي ظهرت وخلت الـ FDA يوقف تماما المادة دي؟ أول حاجة لقيوا ابتدت تظهر أزمات قلبية وجلطات، تاني حاجة عدم انتظام بشكل كبير جدا في ضربات القلب، تالت حاجة انخفاض في عمل عضلة القلب مما يؤدي إلى توقفه بشكل نهائي، رابع حاجة ودي أخطر حاجة الموت المفاجئ. الاربع حاجات دول لما ابتدوا يحصلوا بشكل كبير جدا الـ FDA على طول وقفت المادة دي من انه يتم تصنيعها نهائيا، وبالتالي فان الناس اللي بقوا يصنعوا اي دواء في مادة السيبوترامين ده يعتبر دواء غير مصرح ومتهرب وملهوش رخصة، وبيتم كده تداوله علشان الناس تكسب مش اكتر، وانت حضرتك بتاخده وبتاخد مادة ممنوعة من التصنيع ومادة بتسبب جلطات وازمات قلبية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب على سبيل، او بتعمل كده لانك بتسمع اعلانات زي اللي انا قلتها في الاول انك هتخس 15 كيلو مش عارف هتخس قد ايه، واللي بيوهمك يعني بيبيع لك الوهم وانت بتصدقه وبتجري وراه علشان عايز تخس بشكل سريع. لكن في حاجة مهمة جدا عايزة اوضحها لكم، ان صحتكم مفيش اي حاجة هتعوضها مهما كنت بتدور على انك تخس بسرعة، لكن لقدر الله لو حصل لك اي حاجة او اي عرض من الاعراض الصعبة دي مفيش اي حاجة هتعوضها
تعوضها ولا فلوس ولا دكاترة ولا أدوية ولا أي حاجة. علشان كده أرجوك فكر تخس بشكل صحي، فكر تخس بطريق كويس، في أدوية كويسة زي اللي أنا بقول عنها وذكرتها في فيديوهات سابقة، لكن في أدوية تاني زي الأدوية اللي أنا قلتها في الفيديو ده، دي كلها أدوية خطيرة. أرجوك لو كنت بتستخدم أي دواء من الأدوية دي أرجوك توقفه على طول وتوقفه تماما، وياريت يعني ما تمشيش ورا أي حد يقولك إن الدواء ده خسس فلان وخسس فلان. أنا أسهل حاجة إن أنا أجيب لك صورة الشخص قبل وبعد وأقولك إنه خس على الفيتار أو خس على الزوريل، لكن الكلام ده كله يعني ضحك على الدقون. ده ممكن يجيبوا صورة من النت ملهاش أي علاقة بأي حاجة ويقولك إن الشخص ده خس لما استخدم الستارفيكس، وإنت طبعا تروح تشتري الدواء على طول. فأرجوك أرجوك صحتك مش هتتعوض، لكن الأدوية دي كلها وقفها تماما. ولو تعرف حد إن هو بيستخدم الأدوية دي ياريت تنصحه علشان تبقى أنقذت حياته ويعني ساهمت في عمل خير جدا. أتمنى في نهاية الحلقة أكون قدرت أوصل لكم أخطار الأدوية الفظيعة دي. شاركوا الفيديو مع أصحابكم، وخاصة الناس اللي بتجري على أي دواء وتلاقي إن هو جاب نتيجة وتسمع تروح مشتريها على طول ومش هممهم أي حاجة ومش هممهم صحتهم. كون السبب في الخير وكون السبب إنك توعي حد مش واخد باله. أتمنى لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب، وأشوفكم في أحسن صحة وأحسن حال. أشوفكم مع معلومة جديدة الحلقة الجاية إن شاء الله. باي باي.